السلام عليكم شباب، وياكم علي محمد. كالعادة تحضر الشاي والقهوة أي شيء زين، واللي عنده نرجيلة يحب ينرجيل، اللي يحب يشرب جقارة ويستمتع ويانا بالفيديو. بالبداية طبعا الواي فاي يعني أنا أعتبرها من التقنيات شلون نقول اللي ما تاخذ الصدى الإعلامي من تنطلق بيها تقنية جديدة. يعني شفتوا انتوا الفايف جي من انطلاق سوى ثورة وضجة وهوسة، بس الواي فاي 6 من انطلق بهدوء، بس شلون نقول المختصين اهتموا بالموضوع اوكي، بس هو يعتبر فالطفرة نوعية رهيبة بمجال الاتصالات اوكي. هاي كبدا حتى نتفق. فاليوم راح شوية نشرح لكم معلومات عن الواي فاي 6، عن امكانيته زين، شنو التقنيات اللي بيه، هل هو افضل لو لا زين. ف حب تركز وياي ناخذ شاي كالعاده ونبلش وياكم. راح اشرح لكم اهم الشغلات اللي الجديده بالواي فاي 6، اهم شيء اوكي، ما راح يعني نروح بحكي تكنيكال هواي زين. فعاد نبلش. اهم تقنيه بالواي فاي هي الاو اف دي ام اي زين. ما راح ادوخك بمعلومات شلون نقول التقنيه اللي بيها، راح اشرح لك اياها بطريقه تفتهمها وطريقه سهله اوكي شباب. الاو اف دي ام اي شنو؟ ركز لي على هاي الصوره. بالنوع القديم اللي هو يسموه ال 5 جيجا هرتز او غيره، بتقنيه الاو اف دي ام مو الاو اف دي ام اي. فخلينا نجي نفتهم الاو اف دي ام وبعدين نروح على الاو اف دي ام اي اوكي. الاو اف دي ام تقسم لك شلون نقول شو نسميه channel width او channel الى شلون نقول سلايدات زين. هاي الاو اف دي ام تمام، كل سلايد يشيل باكيت زين شباب، حتى شوي العمليه سهله. ف يعني تتخيل هذا الخطين هي عباره عن انبوب، فيدخل هنا وبنهايته يطلع شلون نقول الباكيت او الطلب زين، يعني كطلبيه. فهنا على شكل شاحنات شايلات طلبيه زين. اللون الازرق هو شلون نقول اليوزر الاول اللي طالب يتصفح ويب بيج، والشاحنه الثانيه شايله ستريمينج فيديو، والشاحنه الثالثه شايله شات وانستغرام والاخري، على شكل شاحنات تتخيلها. بالاو اف دي ام عمليه نقل الداتا او البيانات تتم شيء ورا شيء على شكل سلايدات اوكي. فراح يعبر اليوزر رقم واحد اللي طالب ستريمينج، يجي يعبر وراء رقم اثنين، يجي عبر وراء رقم ثلاثة، واحد وراء الثاني اوكي. موقفيهم سرة للتريلات او الشاحنات بدها تعبر اللي شايل الداتا اوكي. هاي الاو اف دي ام. بالواي فاي 6 استخدموا الاو اف دي ام اي. ايش سوى هذا السلايد؟ قسمه الى مجموعة سلايدات او بايلود اوكي، يسموها ريسورس يونت زين. يونتات تقسم، يعني احنا مو كنا مقسمين بالطول، قسمناه بالعرض. ايش راح يصير عندي هنا؟ السلايد الواحد اللي شايل الداتا سابقا كان شايل لود واحد، نوع واحد من اللود اللي هو اليوزر الاول اللود ماله شايله داي عبره، هنا راح يشيل ثلاث انواع او نوعين او نوع حسب نوع اللود. يعني السلايد الاول اذا جاي ثلاث طلبات فيحملهن ثلاثتهن بالسلايد ويعبرهن. فتلاحظ انه اليوزر الاول والثاني والثالث شاحنه واحده كفتهم، بدل ما ثلاث شاحنات كل واحده شايله حموله ربعها او نصها زين. يعني هي الشاحنه باعتبار اللي هو السلايد، فالشايل ربع حموله وعابر، ماكو داعي يشيل ربع حموله. اذا هاي الحمولات مال ثلاث اشخاص تشيلهن شاحنه واحده فراح تعبر اوكي. فبهالطريقه احنا بالواي فاي 6 قدرنا نعبر داتا اكثر، نزلنا البينك كلاينت اكثر راح يقدرون يتصلون عليه، يعني اشخاص اكثر يتصلون على الراوتر او الاكسس بوينت زين عيني، حتى يحصلون خدمة أفضل أوكي. هاي مختصر الفكرة زين. هنا نجي مثل ما قلت لكم، تخيل أنه هذا 5 جيجا هرتز وهذا 6 زين، 6 جيجا هرتز. بالتقنية القديمة الـ OFDM قلنا هذا عبارة عن بوري أو بايب ده تعبر بيه الداتا أوكي، داتا ورا داتا. مثلا هاي اللون المدري شلون، المدري هذا شنو اللون، أصفار مدري أخضر فستقي. مثلا يقول لك داتا شيرنج، هنا داتا باك اب، هنا فيديو كال، هنا مثلا فيديو ستريمينج، هنا اونلاين جيمنج. فشي ورا شي هنا من تطلع الداتا، يطلع الاول يجي ورا الثاني يجي ورا الثالث اوكي. بالاو اف دي ام اي
او يسموه الواي فاي اكس، تعبر داتا اكثر، وبنفس اللحظه يطلعون كلهم. اوكي، تلاحظ ان 1 2 3 4 5 6 7 بدل ما يروحون واحد ورا الثاني، فقسم السلايدات وبدا يعبر بيها. يعني شلون اختصر لك الفكره؟ نقول مثلا السلايد، انا ترى بدي احكي حكي يعني شلون يقول مو تكنيكال حتى افهمك. السلايد الواحد من هذول نقول يشيل مثلا 20 ميجا. اوكي، هاي ال 20 ميجا انا ليش انطيها شخص واحد وهو يحتاج 2 ميجا؟ معناته 18 ميجا فارغه، فراح تعبر 18 ميجا فارغه. يعني شلون التريلا تشيل 20 ميجا زين، او تشيل 20 طن وانا محمل بيها 2 طن. اوكي، بالاو اف دي ام اي يقول لك انا هاي التريلا عبيها كامله وعبرها. الاكثر من شخص، الاكثر من تاجر، اعتبر انه الشخص اللي يديك انك هو تاجر، فاني بدل ما تاجر واحد ياجر تريلا واحده، مجموعه تجار يخلون الحموله مالتهم بتريلا واحده وتعبر، راح توصل البضاعه اسرع. فنفس الفكره بالواي فاي 6. اوكي، هسه كمان نشرح الترددات او الفريكونسيز اللي يشتغل بيها، من 5095 الى 6425 اللي هي 500 ميجا هرتز، ومن 6425 الى 6525، ومن 6525 الى 6875 الى غايه 7125. اوكي، يعني يبدي تقريبا من نهايه ال 5 جيجا هرتز، يتداخل وياه شويه زين، وينتهي بال 7125. هاي بالنسبه للترددات اللي اشخاص التكنيكال اللي يريدون يعرفون شنو الترددات المدعومه. بالنسبه للداتا ريت، هذا جدول الداتا ريت. ها طبعا تقدرون تبحثون عن هالمعلومات يعني عادي بكل بساطه، بس انا مجرد مجمعها ودا اشرح عليها. داتا ريت اللي هو الستريم واحد، يعني شلون نقول انتنه وحده او تشين وحده، بال20 مثلا ميجا هرتز تشيل اما 135 ميجا او 143.4 على 80 800 نانو سكند، اللي هاي شارحيها سابقا بالفيديوهات، الى غايه يوصل 160 ميجا هرتز، يعبر لك بحدود الجيجا وربع الانتنة الواحد. انتنة واحد للعلم، الواي فاي 6 يدعم لغاية 8 انتنة، واحتمال مستقبلا يعبر الى تقنية اسمها الماسيف ميمو اللي هي بال 5G، بس هو حاليا 8 انتنة اللي هي المولتي ميمو. اوكي، فاذا هذا في 8 انتنات على 1201، تخيل انت عندك ايش قد يعبر ترافيك، فشي مخيف زين. يعني سبورتد سمارت فون او الاجهزه المدعومه الموبايلات، لان انا دا اشرح هسه شلون نقول مخلوط بين شرح الشبكات وبين شرح الاشخاص العاديين اللي يحبون يعرفون الواي فاي 6، فراح يفيد الاثنين. سبورتد سمارت فون طبعا تعجزت انسخ الحكي، فراح اروح للويب سايت ونشوف شنو عندهم. الموبايلات المدعومة طبعا كالعادة أول واحد هو الآيفون، وراح أول مجموعة الآيفون 11. إذا أنت تشتري راوتر يدعم السكس، فالآيفون 11 يكنك عليه عادي، مو معناته بس سكس الراوتر، هو أكيد يدعم الفايف و 2.4، بس إذا يبث سكس الآيفون 11 يدعمه. أوكي، السامسونج نوت 10 نوت 10 بلس مدعوم، سامسونج اس 10 اس 10 بلس واس 10 اي مدعوم، عندك السامسونج جالكسي اس 20 و 20 بلس مدعوم، واجهزه ال5 جي اللي تدعم الواي فاي 6 ايضا، سامسونج جالكسي نوت 10 بلس 5 جي، سامسونج اس 10 5 جي، جالكسي ايضا 20 و 20 العفو جالكسي 20 الترا 5 جي يدعم زين. عيني شاومي ام اي 10 5 جي يدعم على العموم، هاي شنو هذا جالكسي فولد 5 جي. اوكي، هاي الاجهزه اللي تدعم عندنا الواي فاي 6، يعني اذا تشتري واي فاي 6 هذا اللي يدعمه. شنو عندنا بعد؟ خلص السلايد طبعا. هسه ناخذ فد امثله عن فد، ناخذ لنا فد راوتر مثال، وناخذ لنا فد اكسس بوينت مثال زين. بالنسبة لأمثلة الأكسس بوينت، يعني اللي يستخدمها الأبراج اللي هي الأوتدور، البيس بوس، البيس بوس شنو
البيس بوك 6 شنو الاسم هذا الغريب عندهم 912 يو اي جي 6 اتش بي ان دي اوت هاي اغنيه صارت هذا عندهم 912 6 جيجا هرتز بالنسبه للمايكروتيك وعندك مثلا تبلينك عندهم الارشر شو اسمه اي اكس 1800 بالمناسبه كلمه اي اكس هي نفسها بالبدايه نزل اسم اي اكس واي فاي اي اكس بس الناس لانه صعب تحفظ فسموها واي فاي 6 اوكي فهنا بالنسبه اكو شغلات ثانيه طبعا ما تطرقت لها يعني مثلا يقول لك ال تارجت ويك تايم تكنولوجي هاي موجوده بالواي فاي 6 تقلل استهلاك شلون البطاريه بالموبايلات زين عيني مثلا هذا الراوتر يقول لك ديو باند واي فاي مدري شنو نيكست جينيريشن 1.8 جيجا بت سبيدز كونكت مور ديفايسز اكثر هذا الحكي نبيل او اف دي ام اي كواد كور بروسيسور رباعي يعني اكيد يعني شنو عم الراوترات او الاجهزه تكون بروسيسوراتها عاليه اوكي هاي بقيه راوترات امثله ارشر اي اكس 50 يعني اذا تبون تبحثون عنها انتم بس كتبوا واي فاي 6 راوتر راح تطلع عندكم كل شيء اوكي شباب حلو الخلاصه من الموضوع انه تكنولوجيا الواي فاي 6 هي تكنولوجيا متقدمه وجديده تساعدك شلون نقول نسوف فيك شيء نرجع الستايل مثل ما كان اوكي الخلاصه الواي فاي 6 الجهاز يتحمل شلون نقول متصلين اكثر يعطيهم ترافيك اكثر بالمكانات اللي بيها نويز والاخري راح يعمل بشكل افضل شلون يقول يقلل لك استهلاك البطاريه اذا موبايلات زين راح تجيب شلون نقول هاردوير افضل واعلى زين باعتبار الجو ما بي هذا الترددات والنويز فراح يكون اداء افضل والترافيك اعلى زين هذا اللي يحب يستخدم الواي فاي 6 زين شباب يعني هاي نهايه الفيديو اتمنى يكون مفيد لكم تحياتي اخوكم علي محمد